بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام ابن القيم رحمه الله في شرح كلام صاحب المنازل على منزلة الرضا في الدرجة الثانية، قال: ويصح قوله ويصح بثلاثة شرائط: باستواء الحالات عند العبد، وسقوط الخصومة مع الخلق، والخلاص من المسألة والإلحاح. يعني أن الرضا عن الله إنما يتحقق بهذه الأمور الثلاثة، فإن الراضي الموافق تستوي عنده الحالات من النعمة والبلية في رضاه بحسن اختيار الله له. رضي بأن الله اختار له ما هو الأفضل من حسن ظنه بربه، فلم يجزع من البلية والمصيبة رغم وجود الألم الفطري الطبيعي، لكن يداوي هذا الألم ويسكنه حتى يزول ربما بالكلية بنظره إلى حكمة الله عز وجل وتقديره سبحانه وتعالى المحمود عليه عز وجل، وأنه يجعل لعبده المؤمن دائما الخير والمصلحة، وإذا جاءت النعمة فهي كذلك يقابلها بالشكر والرضا ولا يغتر بها، وهكذا يكون حاله في النعمة والبلية. لو زالت النعمة أو حلت مصيبة فالله عز وجل له الحمد على كل حال، لا يحمد على مكروه سواه سبحانه وتعالى، كما كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا جاءه ما يكره قال: الحمد لله على كل حال. يقول: وليس المراد استواؤها استواء الحالات عنده في ملائمته ومنافرته. إن الإنسان جبل طبع على حب الشيء الملائم الذي يجد فيه لذة، وطبع على البعد والمنافرة عما يجد فيه ألما. كما ذكرنا لا يمكن أن يزول الألم بالكلية، ولكن ولا تزول اللذة بالكلية، لا يمكن أن يقع ذلك، ولكن يداوي ما يحصل له من ألم حتى يرى في ضمن هذا الألم من الحكم ما يغيبه عن شهود الألم. وكذلك في أمر اللذة لا ينشغل بها عما هو أهم منها، فلا تشغل عليه حياته تلك اللذة، بل هو ينالها لمزيد من الطاعة بها، ويشكر الله عز وجل عليها ويحمده عليها ويشهد توفيقه سبحانه وتعالى وإحسانه إليه. يقول: ليس المراد استواؤها عنده استواء الحالات في الملائمة والمنافرة لو غياب اللذة والألم، فإن هذا خلاف الطبع البشري بل خلاف الطبع الحيواني. وليس المراد أيضا استواء الحالات عنده في الطاعة والمعصية، تكلمنا عنه المرة السابقة، إن ده أخطر ما قد يقال في استواء الحالات، إن يقول استوي عندي الطاعة والمعصية كلاهما سواء، نعوذ بالله. يقول: فإن هذا مناف للعبودية من كل وجه، وإنما تستوي النعمة والبلية، أمر ليس في اختيار الإنسان، أصبح معافا أو أصبح مريضا، أصبح غنيا أو أصبح فقيرا، إنما تستوي النعمة والبلية عنده في الرضا بهما لوجوه: أحدها أنه مفوض، والمفوض راض بكل ما اختاره له من فوض إليه، وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد، فقد فوض إلى العليم الحكيم، وفوض إلى البر الرحيم، فهل بعد أن وعده ربه أنه حسبه وكافيه ونعم من يتوكل عليه يسيء الظن بالله ويقول: لما قدر الله علي ذلك؟ أو يقول: قدر الله علي ما يضرني وقد فوضت الأمر إليه؟ لا يمكن، بل كونه قد فوض أمره إلى الله مع حسن ظنه بربه يقتضي أن يرضى بكل ما اختاره له من فوض إليه.
لا سيما إذا علم كمال حكمته ورحمته ولطفه وحسن اختياره له. كما ضربنا مثال قبل ذلك، إنسان يريد أن يعمل مثلا في شركة، فصاحب الشركة نفسه الذي كلمه ليعمل عنده قال دع لي أمر الوظيفة التي ستعين فيها، أنا سوف أختار لك. وهو يعلم أنه رجل كريم ويعلم أنه صادق الوعد وأنه لا يخلف، حين قال له سأختار لك أفضل مكان وأنا أكفيك هذا الاختيار. فإذا أحسن الظن به فلا بد أنه في أي موضع يضعه، يشغله عامل، يشغله مدير، يشغله أي حاجة، فهو إيه؟ قد رضي بذلك. فهذا كمال التفويض. يقول الثاني العبد مع ربي عز وجل أولى بحال، أولى بالرضا في التفويض من حال هذا الرجل الذي ذهب إلى صاحب الشركة. يقول الوجه الثاني في استواء النعمة والبلية أنه جازم بأنه لا تبديل لكلمات الله ولا راد لحكمه، والمقصود هنا الكلمات الكونية والحكم الكوني، وأنه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. فهو يعلم أن كل من البلية والنعمة بقضاء سابق وقدر حتم، ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير، لكي لا تأسوا على ما فاتكم، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم، والله لا يحب كل مختال فخور. يبقى شهود أنه لا تبديل لكلمات الله، وأن الأمر بقدر، وأن اللوح المحفوظ سبق فيه كتابة هذه الأشياء، يجعله لا يبتئس على ما فات ولا يفرح فرح العجب والغرور بما أعطاه الله، ولا يختال ولا يفخر على عباد الله عز وجل، ولا يبخل فيما ينفقه. الثالث أنه عبد محض. الوجه الثالث من وجوه استواء النعمة والبلية أنه عبد محض. والعبد المحض لا يسخط جريان أحكام سيده المشفق البار الناصح المحسن، بل يتلقاها كلها بالرضا به وعنه، الرضا بسيده والرضا عنه. فالمؤمن يعلم أن الله عز وجل رفيق بار رحيم صادق الوعد عظيم الإحسان. فإذا علم ذلك وهو عبد استعمل على أي وجه كان، كان عنده الرضا. الرابع أنه محب. والمحب الصادق من رضي بما يعامله به حبيبه، لأنه يعلم أنه لن يعامله إلا بمقتضى هذا الحب. لو كان صادقا في الحب فالله يحبه، لو كان صادقا في الحب واتبع الرسول صلى الله عليه وسلم فالله يحبه، فكيف يظن بمن يعامل حبيبه، كيف يظن به أنه يضره أو يؤذي، بل يقدر عليه حتى ولو كان الأمر مؤلما يقدر عليه ما هو فيه المصلحة. السادس الخامس أنه جاهل بعواقب الأمور، وسيده أعلم بمصلحته وبما ينفعه. نعم. السادس أنه لا يريد مصلحة نفسه من كل وجه، ولو عرف أسبابها فهو جاهل ظالم. يعني الخامس كان جاهل، السادس أنه أحيانا الظالم يضع الأشياء في غير موضعها، الظالم ده يضع الأشياء في غير موضعها، أنه أحيانا يريد نفع نفسه ويضرها، كمن يشتري الحياة الدنيا ويبيع دينه، في الحقيقة أنه يضرها أعظم الضرر، يبحث عن لذة وقتية ويبيع أنواع الخيرات في الآخرة، ثم هو في الدنيا يضرها، كمن يتخذ الكافرين أولياء من دون المؤمنين، يتعزز بذلك، يبتغون عندهم العزة فلا ينال عندهم إلا الذل والهوان وضياع الكرامة، كل ذلك لأنه لم ينتبه إلى أن نفسه جاهلة ظالمة. لو انتبه لأطاع الله عز وجل ولو كان في خلاف ما تريده نفسه. يقول فهو جاهل ظالم، ربه تعالى يريد مصلحته شرعا يعني، ويسوق إليه أسبابها، ومن أعظم أسبابها ما يكرهه العبد، فإن مصلحته فيما يكره أضعاف أضعاف مصلحته فيما يحب.
قال الله تعالى: كتب عليكم القتال وهو كره لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. صدق الله عز وجل. كيف كان ما كتبه الله من الجهاد على المؤمنين سببا في عزهم في الدنيا والآخرة، ولو تركوه لذلوا، كما هو واقع عندما ترك أهل الإسلام كثير منهم ما وجب عليهم من الجهاد الذي يقدرون عليه، فعند ذلك أصابهم ما أصابهم، ونسأل الله العافية. فإنما تسلط العدو وأذل الناس وأفسد العبادة والبلاد وأخذ الثروات وأذاق الناس ألوان العذاب لما ترك الناس ما وجب عليها مما قدروا عليه من الجهاد الواجب بالقرآن ثم بالسنان. وقال تعالى: وإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. هي فإن كرهتموهن، مش كده؟ فإن كرهتموهن، السابع من وجوه استواء البلية والنعمة أنه مسلم، والمسلم من قد سلم نفسه لله ولم يعترض عليه في جريان أحكامه عليه ولم يسخط ذلك. الثامن أنه عارف بربه حسن الظن به، لا يتهمه فيما يجريه عليه من أقضيته وأقداره، فحسن ظنه به يوجب له استواء الحالات عنده ورضاه بما يختاره له سيده سبحانه. التاسع أنه يعلم أن حظه من المقدور ما يتلقاه به من رضا وسخط، فلا بد له منه، لا بد من المقدور، فإن رضي فله الرضا وإن سخط فله السخط. ده حظه من المقدور، يعني الذي يترتب عليه من هذا المقدور الذي لا بد أن يقع هو نصيبك. إن رضيت فنصيبك الرضا، وإن سخطت فنصيبك السخط. إن رضيت رضي الله عنك، وإن سخطت سخط الله عز وجل عليك. العاشر علمه بأنه إذا رضي انقلب في حقه نعمة ومنحة، انقلبت البلية نعمة بالرضا ومنحة، وخف عليه حمله وأعين عليه. وإذا سخط، سخط المقدور المؤلم، تضاعف عليه ثقله وكله، كله يعني حمله، ولم يزدد إلا شدة. فلو أن السخط يجدي عليه شيئا لكان فيه راحة أنفع له من الرضا به، لكن الحقيقة السخط لا يجدي عليه شيئا. نقطة المسألة إيمانه بأن قضاء الرب تعالى خير له، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا يقضي الله للمؤمن قضاء إلا كان خيرا له، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك إلا للمؤمن. الإيمان عبارة عن محول، يحول كل قضاء يقضيه الله لعبده إلى خير، ولا يقضي الله لعبده المؤمن إلا خيرا. كما أنه شرعا لا يريد إلا مصلحة، فمع اكتمال الإيمان لا يقدر عز وجل ولا يريد إرادة كونية بعبده المؤمن إلا خيرا، إما عبودية الشكر وإما عبودية الصبر. الحادي عشر من وجوه استواء النعمة والبلية أن يعلم أن تمام عبوديته في جريان ما يكرهه من الأحكام عليه، تمام العبودية في جريان ما يكرهه، أن تكون عبدا في المنشط والمكره، فيما تحب وفيما تكره. تخيل عبد يطيع إذا أعطي ويعصي ويترك العبودية إذا بنيا، أيكون عبدا صادقا؟ أينال رضا سيده؟ بلا شك يسخط عليه سيد. إن العبد الذي حقق العبودية هو الذي يطيع ويعبد الله على العسر واليسر والمنشط والمكره. يقول أن يعلم أن تمام عبوديته في جريان ما يكرهه من الأحكام عليه، ولو لم يجري عليه منها إلا ما يحب لكان أبعد شيء عن عبودية ربه.
كما وصف الله: ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون والعياذ بالله. نوعية قبيحة جدا. الذي يعبد الله في السراء فقط، يعبد الله على ما يحب ولا يعبده على ما يكره، فلا تتم له عبوديته من الصبر والتوكل والرضا والتضرع والافتقار والذل والخضوع وغيرها إلا بجريان القدر، إلا بجريان القدر له بما يكره. وليس الشأن في الرضا بالقضاء الملائم للطبيعة. ما كل الناس راضية بالإيه؟ بالنعم. يعني ما يجيلها شيء ملائم، شيء فيه لذة، يقول بفرحان. ولا، إنما الشأن في القضاء المؤلم المنافر للطبع. الثاني عشر: أن يعلم أن رضاه عن ربه سبحانه وتعالى في جميع الحالات يثمر رضا ربه عنه. فإذا رضي عنه بالقليل من الرزق رضي ربه عنه بالقليل من العمل. وإذا رضي عنه في جميع الحالات واستوت عنده وجده أسرع شيء إلى رضاه إذا ترضاه وتملقه. يعني ربنا يرضيه سبحانه وتعالى إذا تملقه، يعني أثنى عليه. يعني الثالث عشر: أن يعلم أن أعظم راحته وسروره ونعيمه في الرضا عن ربه تعالى وتقدس في جميع الحالات. فإن الرضا باب الله الأعظم ومستراح العارفين وجنة الدنيا. نعم، صدق رحمه الله. فجدير بمن نصح نفسه أن تشتد رغبته فيه وأن لا يستبدل بغيره منه. لو استطاع الإنسان أن يعيش بالرضا لعاش في جنة قبل الجنة، لا فرق عنده في جميع الحالات لأنه وصل إلى أعلى المنازل. الرابع عشر: أن السخط باب الهم والغم والحزن. نسأل الله العافية. أن السخط باب الهم والغم والحزن وشتات القلب وكسف البال وسوء الحال والظن بالله خلاف ما هو أهله. والرضا يخلصه من ذلك كله ويفتح له باب جنة الدنيا قبل جنة الآخرة. الخامس عشر: أن الرضا يوجب له الطمأنينة وبرد القلب وسكونه وقراره. والسخط يوجب اضطراب القلب وريبته وانزعاجه وعدم قراره. السادس عشر: أن الرضا ينزل عليه السكينة، ينزل الله عليه به السكينة التي لا أنفع له منها. ومتى نزلت عليه السكينة استقام وصلحت أحواله وصلح باله. والسخط يبعده منها بحسب قلته وكثرته. وإذا ترحلت عنه السكينة ترحل عنه السرور والأمن والدعة والراحة وطيب العيش. نعم، يعني ربنا عز وجل ذكر إنزال السكينة على رسوله صلى الله عليه وسلم في أشد لحظات القلق والاضطراب، كما قال في الغار يوم الهجرة، قال إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه. فانظر إلى حال هذا الذي قد أحاط به الكفار أعداؤه يشكون أن يأخذوه وهو في سكينة. قال عز وجل: ويوم لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغني عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين. رسول الله عليه الصلاة والسلام رأى كل من حوله يفر إلا عدد قليل جدا والمشركون قد أحاطوا، ومع ذلك كان في سكينة. وأنزل الله السكينة على قلوب المؤمنين ليثبتوا معه في تلك اللحظات الحساسة الخطيرة التي كثير جدا من الناس عندها يقول ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا، التي عندها تضطرب القلوب. وكثير من الناس يود لو أنه كان في الأعراب يسأل عن أنباء الناس لكي لا يكون معهم. احنا في المؤمن الصادقين، يعني لو كانوا في الأعراب لتحرقوا أن يكونوا مع المسلمين في شدتهم. هذا حال الصادق لوجود السكينة، أنه في وقت نزول الأزمات عنده سكينة ومطمئن القلب، فلا بد أن يكون صالح الحال. إذا ترحلت عنه السكينة حل محل القلق،
الاضطراب الفزع ترحل عنه السرور والأمن والدعة والراحة وطيب العيش. فمن أعظم نعم الله على عبده تنزل السكينة عليه، ومن أعظم أسبابها الرضا عنه في جميع الحالات. فصل نافع جدا في مسألة الأسباب والوسائل التي يحصل الإنسان بها الرضا، أن كيف يفكر الإنسان ليصل إلى درجة الرضا، ما هي الخواطر التي لو فكر فيها وصل إلى الرضا. هذه الوجوه التي يذكرها ابن القيم رحمه الله، وهي كفيلة بسرور كل حزين وإفراح كل مغموم مهما كانت الحالات لو تفكر فيها الإنسان. السابع عشر، أن الرضا يفتح له باب السلامة، فيجعل قلبه سليما نقيا من الغش والدغل والغل، ولا ينجو من عذاب الله إلا من أتى الله بقلب سليم. كذلك وتستحيل سلامة القلب مع السخط وعدم الرضا، وكلما كان العبد أشد رضا كان قلبه أسلم، فالخبث والدغل والغش قرين السخط، وسلامة القلب وبره ونصحه قرين الرضا. وكذلك الحسد هو من ثمرات السخط، وسلامة القلب منه من ثمرات الرضا. لكن الحسود دائما مضطرب وغير سعيد، ويحزن على نعم الله على عباده لأنه لم يرضى بما قسم الله له. فسلامة القلب من الأمراض مرتبط بحصول الرضا. الثامن عشر، أن السخط يوجب تلون العبد وعدم ثباته مع الله، فإنه لا يرضى إلا بما يلائم طبعه ونفسه، والمقادير تجري دائما بما يلائمه وبما لا يلائمه. لا يوجد في الدنيا مخلوق، يعني إنسان أو جن أو يجد، حتى الحيوان يجد كل ما يريد دائما، لا بد أن يجري الملائم ويجري المنافر. المقادير تجري دائما بما يلائمه وبما لا يلائمه، وكلما جرى عليه منها ما لا يلائمه أسخطه، فلا تثبت له قدم على العبودية. فإذا رضي عن ربه في جميع الحالات استقرت قدمه في مقام العبودية، فلا يزيل التلون عن العبد شيء مثل الرضا. التاسع عشر، أن السخط يفتح عليه باب الشك في الله وقضائه وقدره وحكمته وعلمه، فقل أن يسلم الساخط من شك يداخل قلبه ويتغلغل فيه. شك فيه صفات الكمال لله عز وجل. كثير جدا من الناس مع السخط يقول في نفسي، وليه ربنا قدر عليا كده وانا استاهل كل ده؟ يبقى يشك في الايه؟ في الحكمة، يشك في العدل، وهو ابليس اول من شك في الحكمة والعدل، والعياذ بالله، بل اعتقد خلاف ذلك حين قال انا خير منه، والعياذ بالله. فقل ان يسلم الساخط من شك يداخل قلبه ويتغلغل فيه وان كان لا يشعر به، فلو فتش نفسه غاية التفتيش لوجد يقينه معلولا مدخولا، مصاب اليقين ده، لانه يشك في حكمة الله، يشك في رحمته، يشك في عدله عز وجل، مدخول يعني فيه ما ليس منه، فهو ليس يقينا خالصا صافيا. يقول فإن الرضا واليقين أخوان مصطحبان، بل كثيرا ما يطلق اليقين ويقصدون به الرضا. وهذا معنى الحديث، يقول فإن الرضا واليقين أخوان مصطحبان، والشك والسخط قرينان، وهذا معنى الحديث الذي في الترمذي أو غيره. إن استطعت أن تعمل بالرضا مع اليقين فافعل، فإن لم تستطع فإن في الصبر على ما تكره النفس خيرا كثيرا. إن استطعت أن تعمل بالرضا مع اليقين، اليقين بوعد الله عز وجل، يقين في حكمة الله وعدله، وهنا يحصل الرضا، فافعل، فهذا هذا المنزل العالي. إن لم تستطع أن تصل إلى الرضا ولم تصل إلى مداوات ألم المنافر حتى لا تشعر به، فإن في الصبر على ما تكره النفس خيرا كثيرا. العشرون، أن الرضا بالمقدور من سعادة ابن آدم، وسخطه من شقاوته، كما في المسند والترمذي من حديث سعد بن أبي وقاص
رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سعادة ابن آدم استخارة الله عز وجل، ومن سعادة ابن آدم رضاه بما قضى الله، ومن شقوة ابن آدم سخطه بما قضى الله، ومن شقاوة ابن آدم أو من شقوة ابن آدم أيضا ترك استخارة الله. فالرضا بالقضاء من أسباب السعادة، والتسخط على القضاء من أسباب الشقاء. الحادي والعشرون: أن الرضا يوجب له أن لا يأسى على ما فاته ولا يفرح بما أتاه، وذلك من أفضل الإيمان. أما عدم أساه على الفائت فظاهر، لأنه موقن عنده يقين ورضي عن الله عز وجل، فما فات هو الخير أن يفوت. أما عدم أساه على الفائت فظاهر، وأما عدم فرحه بما آتاه فلأنه يعلم أن المصيبة فيه مكتوبة من قبل حصوله، فكيف يفرح بشيء يعلم أن له فيه مصيبة منتظرة ولا بد. هذا وجه، وإحنا قلنا الفرح المذموم هون فرح الإعجاب بالنفس، إذ قال له قومه: لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين. إذا حصلت له نعمة تأكد أنها لا يمكن أن تبقى على الدوام لكي لا يطمئن قلبه إليها، بل ليظل متعلقا بالدار الآخرة. وهذا أمر عظيم الأهمية، إن الإنسان لا يركن إلى الدنيا، لو فرح فرح الركون إلى الدنيا والإعجاب بها والطمأنينة إليها، أولا سوف تنزع منه في وقت من الأوقات، فيصيبه من ذلك اليأس والإحباط، لأنه إما أن يموت وإما أن تفوت هذه النعمة. وكما ذكرنا لابد له أن لا يطمئن قلبه إلى الدنيا فيضيع عمل الآخرة. يقول الثاني والعشرون: أن من ملأ قلبه من الرضا بالقدر ملأ الله صدره غنى وأمنا وقناعة، وفرغ قلبه لمحبته والإنابة إليه والتوكل عليه. ومن فاته حظه من الرضا امتلأ قلبه بضد ذلك، واشتغل عما فيه سعادته وفلاحه. فالرضا يفرغ القلب لله، والسخط يفرغ القلب من الله، من حبه وإرادته والعمل له عز وجل. الثالث والعشرون: أن الرضا يثمر الشكر الذي هو من أعلى مقامات الإيمان، بل هو حقيقة الإيمان. والسخط يثمر ضده، وهو كفر النعم، وربما أثمر له كفر المنعم سبحانه. فإذا رضي العبد عن ربه في جميع الحالات أوجب له ذلك شكره، فيكون من الراضين الشاكرين. وإذا فاته الرضا كان من الساخطين وسلك سبيل الكافرين. الرابع والعشرون: أن الرضا ينفي عنه آفات الحرص والكلب على الدنيا، وذلك رأس كل خطيئة وأصل كل بلية وأساس كل رزية. فرضاه عن ربه في جميع الحالات ينفي عنه مادة هذه الآفات. الخامس والعشرون: أن الشيطان إنما يظفر بالإنسان غالبا عند السخط والشهوة، فهنالك يصطاد السخط أو الشهوة، يعني الحالتين. يقول: فهناك يصطاد، ولا سيما إذا استحكم سخطه، فإنه يقول ما لا يرضي الرب ويفعل ما لا يرضي. إنسان متضايق جدا من شيء حصل، ساخط على قضاء الله، يتكلم بالكلام الباطل، يلطو مخده، يشق جيبه، يدعو بالويل والثبور، يكسر ما حوله مما أنعم الله به عليه. السخط يتسلط الشيطان فيه على الإنسان، وكذلك عند لحظات الشهوة الغالبة. يقول: فإنه إذا استحكم سخطه يقول ما لا يرضي الرب ويفعل ما لا يرضيه وينوي ما لا يرضيه. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم عند موت ابنه إبراهيم: يحزن القلب وتدمع العين، ولا نقول إلا ما يرضي الرب سبحانه وبحمده، صلى الله على نبيه صلى الله عليه وسلم. يقول: فإن موت البنين من العوارض التي توجب للعبد السخط على القدر عند بعض العباد، يعني
فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يقول في مثل هذا المقام الذي يسخطه أكثر الناس، أن أكثر الناس يصلون إلى درجة السخط عند فقد الولد، يقول أنه لا يقول في مثل هذا المقام الذي يسخطه أكثر الناس، يتكلمون بما لا يرضي الله ويفعلون ما لا يرضي، هو صلى الله عليه وسلم لا يقول في هذا المقام إلا ما يرضي ربه تبارك وتعالى. يقول: ولهذا لما مات ابن الفضيل بن عياض رؤيا في الجنازة ضاحكا، فقيل له: أتضحك وقد مات ابنك؟ فقال: إن الله قضى بقضاء فأحببت أن أرضى بقضائه. فأنكرت طائفة هذه المقالة على الفضيل، وقالوا: رسول الله صلى الله عليه وسلم بكى يوم مات ابنه، وأخبر أن القلب يحزن والعين تدمع وهو في أعلى مقامات الرضا، فكيف يعد هذا من مناقب الفضيل؟ صدق من قال ذلك. المنقبة في اتباع حال النبي عليه الصلاة والسلام، التحقيق أن قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم اتسع لتكميل جميع المراتب من الرضا عن الله والبكاء رحمة للصبي، وقد قال ذلك عليه الصلاة والسلام. قالوا: ما هذا يا رسول الله؟ قال: هذه رحمة جعلها الله في قلوب عباد، فهذه الرحمة أمر مطلوب يحبه الله، وليس أنه ليس عنده عاطفة نحو هذا الولد ولا رحمة ولا ود ولا أنه يشعر بشيء نحوه، الحزن لا ينافي الرضا بقضاء الله. قال: فكان له مقام الرضا ومقام الرحمة ورقة القلب، والفضيل لم يتسع قلبه لمقام الرضا ومقام الرحمة، فلم يجتمع له الأمران، كان عنده مقام الرضا أعلى من مقام الرحمة. الناس في ذلك أربع مراتب. لا، هو ممكن يوصل أحدها من اجتمع له، بس ده مش مطلوب. أحدها دون الناس في ذلك أربع مراتب، أحدها أن من اجتمع له الرضا بالقضاء ورحمة الطفل فدمعت عيناه رحمة والقلب راض. الثاني من غيبه الرضا عن الرحمة فلم يتسع للأمرين، بل غيبه أحدهما عن الآخر. الشيخ بيقول هذا، الشيخ أحمد الفقي، هذا مناف للفطرة التي فطر الله الخلق عليها، فإن فرض أنه كان وهيهات فهو تكلف غير الواقع وتظاهر بغير الحقيقة ليقال صبار، ولهذا ولذلك كان هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم على خلاف. ونحن لا ننكر أن هدي الرسول صلى الله عليه وسلم على خلاف، ولكن قد تجد الإنسان عند المصائب يضحك، تصيبه مصيبة فيضحك، هذا ليس ببعيد. يقول: الثالث من غيبته الرحمة والرقة عن الرضا فلم يشهده بل فاني عن الرضا، يقعد يبقى من حزنه الشديد جدا يبقى متضايق ورافض اللي وقع، ليس عنده الرضا بل عنده السخط، ولكن حبه شديد جدا ورقته شديدة وبكاؤه شديد على من إيه؟ على من فقده. الرابع من لا رضا عنده ولا رحمة، إنما يكون حزنه لفوات حظه من الميت، هنعمل إيه من غيرك؟ يعني هو المشكلة عنده إنه هو إيه اللي هيعمل إيه؟ نفسه متألم ان هو اصبح مثلا بدون اب او اصبح بدون ابن، يعني في الحقيقة مش هو رحمته بهذا الولد او بهذا الاب او بهذا الزوج، لكن هو متألم على ايه؟ على نفسه، قضيته نفسه. يقول: وهذا حال اكثر الخلق، فلا احسان ولا رضا عن الرحمن والله المستعان. فالاول في اعلى مراتب الرضا، والثاني دونه، والثالث دون الثاني، بل الثالث اللي دون الثاني لا عنده سخط، ده أمر ده يعني محرم، والرابع هو السخط. والحقيقة إن الثالث ممكن يبقى عنده سخط أيضا. السادس والعشرون أن الرضا هو اختيار ما اختاره الله لعبده، والسخط كراهة ما اختاره الله له، وهذا نوع محادة فلا يتخلص منه إلا بالرضا عن الله في جميع الحالات. السابع والعشرون أن الرضا يخرج الهوى من القلب،
فالراضي هواه تبع لمراد ربه منه، أعني المراد الذي يحبه ربه ويرضاه، فلا يجتمع الرضا واتباع الهوى في القلب أبدا، وإن كان معه شعبة من هذا وشعبة من هذا فهو للغالب عليه منهما. 28 أن الرضا عن الله في جميع الحالات يثمر للعبد رضا الله عنه، كما تقدم بيانه في الرضا به، فإن الجزاء من جنس العمل. وفي أثر إسرائيلي أن موسى عليه السلام صلى الله عليه وسلم سأل ربه عز وجل ما يدني من رضاه، فقال إن رضاي في رضاك بقضائي. 29 أن الرضا بالقضاء أشق شيء على النفس، بل هو ذبحها في الحقيقة، ذبح الصفات القبيحة اللي فيها، ذبح النفس الأمارة بالسوء، فإنه مخالفة هواها وطبعها وإرادتها، ولا تصير مطمئنة قط حتى ترضى بالقضاء، فحينئذ تستحق أن يقال لها يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. أقول قولي هذا وأستغفر الله. اليقين كمال التصديق في الله عز وجل وحكمته وعدله وفضله ورحمته سبحانه وتعالى، ده يثمر الرضا عن الله. لما يجي يحصل أمر من الأمور يبقى عنده رضا، لأن الله عز وجل هو العليم الحكيم، ما وضع الأشياء إلا في موضعه. ما هو في غلط مش كده؟ احنا بنختار اخف الغلط، ان هو قلبه ايه، اتسع للرضا ولا متسع للايه، للرحمة. ها صح، ايوه نقول عن كلام شيخ الإسلام، من كان عقده الإيمان بالغيب ولا يعمل بأحكام الإيمان وشرائع الإسلام فهو كافر كفرا لا يثبت معه توحيد. واحد زي فرعون كده والعياذ بالله، وزي يعني إبليس، عندهم اعتقاد في آيات الله وفي توحيده يقين دون أن يكون هناك عمل قلبي ولا نطق لسان، ترك شرائع الإسلام. من ضمن شرائع الإسلام أعظم حاجة إيه؟ كلمة التوحيد، الشهادة، أبى أن يقول كلمة التوحيد، فهذا لا يكون مؤمنا، لابد أن يكون هناك خضوع القلب ونطق اللسان. نعم، لا ده ابن تيمية بيقول إن من كان عنده عقيدة عقده الإيمان بالغيب ولا يعمل بأحكام وشرائع الإسلام فهو كافر، بيرد فيه على الجهمية. حكم الجهر بالأذكار بعد الصلاة المكتوبة مشروع، هل يبدع من فعل ذلك؟ لا بالعكس، هو المتبع للسنة. الجهر بالصلوات ليس جماعة، بل كل يرفع صوته بقدر الذي يسمع من بجواره. فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يهلل بلا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله، لا حول ولا قوة إلا بالله، ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، دور الصلوات. الحمد لله أهديكم أصلاحكم. عبادة، نعم، يجهر بما أراد من أذكار، وإن كان لا يجهر جهرا يشق على من بيجي بالي. الجماعي هو اللي بدعه، الجماعي بقى الناس تقعد تقول حاجه والراجل يرد عليهم وهم يقولوا حاجه والناس يرد عليه، ده بدعه فعلا. التكبير في العيد السنه الاجتماع على صوت واحد.
خلافا لمن يزعم أن هذا بدعة، لأن الرسول لأن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يكبرون ويكبر الناس بتكبيرهم حتى ترتج من التكبيرة. شوف الناس لما تختلف أصواتها كده وكل واحد منهم يكبر في مع نفسه هيسمعوا ايه؟ ها؟ لا ما بيبقاش أضعف، بيبقى همهمة فقط. شوفوا الناس وهي بترمي الجمار، لأن رمي الجمار مثلا بيبقى كل الناس ايه؟ بتكبر لوحدها. شوف الناس من بعيد ما سمعوا منها أي حاجة؟ نهائي ما تسمعش منها حاجة. أما متى يرتج المسجد بأمين؟ لما يأمنوا مع بعض، لما ترتج من التكبيرة يقعد بيكبروا مع بعض، لما يسمعوا الناس لما يكبروا في الجهاد مع بعض يوم الصوت الواحد ده هو اللي يؤدي إلى إيقاع الرعب في قلوب الأعداء. أي صحيح، ظاهر الحديث جدا أن كان عمر يكبر في خيمته فيسمعه أهل المسجد فيكبرون، فيسمعهم أهل السوق فيكبرون حتى ترتج من التكبيرة. يبقى ده، وبعدين جرت على ذلك عمل المسلمين حتى نبعت النابعة في زمننا. نعم لا ما جرش، ده الرسول ده نص الحديث بيقول في التلبية ان لبى الناس بما يلبون به ولازم رسول الله صلى الله عليه وسلم تلبيته. ده كانوا بيلبوا في حاجات تانية وهو بيلبي حاجة تانية، ده دليل ان هو مش كده. وما قالوش اصلا ان في حاجه من لا مسجد نمره ولا اي موقف موطن ارتج المكان تلبيه. نعم الحمد لله. الامر واسع، افضله الله اكبر والله اكبر، لا اله الا الله والله اكبر، الله اكبر والله الحمد. عيد الفطر ماله زي عيد الاضحى، مقيد مطلق الى خروج الامام يعني بعد الصلوات، وكذلك في إلى أن يخرج الإمام. عبادة في الهرج كهي تعدل حجة معي، لا ده الحديث مش كده، ده لفظ أعلى من ذلك. عبادة في الهرج كهجرة إلي، أعلى من الحج، ده هجرة للرسول صلى الله عليه وسلم، حديث رواه مسلم. هل يمكن تطبيقه اليوم؟ هذا من أزمنة تطبيقه. هل يجوز صلاة الغائب على شهداء فلسطين؟ هو حالهم أعلى من أن يصلي عليه، حالهم حال الشهادة وهم شهداء في معركة والشهيد لا يصلي عليه، وإن كان يصح أن يصلي عليه يخير في أمر الصلاة، ولكن إذا صلي عليه في بلده فلا يحتاج إلى صلاة غيره. ويعني اللي بيقول لصلاة الغائب بيعمل يعني إيه نوع، مش عايزين القضية تبقى نوع من الدعاية أو نوع من الإيه من الشفاء للشيء الغريب لجذب انتباه الناس. يكفي القنوت في الصلوات يحقق هذا الأمر أن الناس تستشعر أن في قضية خطيرة من خلال القنوت، لكن من حيث أن اخترع أشياء لم يفعلها النبي عليه الصلاة والسلام، فكم قتل من أصحابه صلى الله عليه وسلم بعيدا، مش الصحابة قتلوا في غزوة مؤتة، قتل زيد ابن حارثة وعبد الله وجعفر بن ابي طالب وعبد الله بن رواحه ومن معهم من المسلمين قتل ولم يصلي عليهم صلى الله عليه وسلم صلاه الغائب، وذلك ان الشهيد مستغن عن الصلاه. نسال الله تقبله في الشهداء. نعم قتل في سبيل اعلاء كلمه الله، ما الشهيد ده من رسول الله، من قال من قاتل لتكون كلمه الله العليا فهو في سبيل الله. ها؟ والله احنا بقى بص، ده ربنا سبحانه وتعالى الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي بين، فقال من قاتل لتكون كلمة الله العليا. هو كان اللي بيضرب اخوانه المسلمين اللي جعانين ومش لاقيين ياكلوا ولا مجروحين عشان تكون كلمة الله العليا؟ قولوا لنا في حد في الدنيا يقول كده؟ ان دي ارادة كلمة ان تكون كلمة الله العليا، ولا كلمة اليهود تبقى هي العليا؟ ولا ده علشان اليهود عايزينهم يطحنوا بهذه الطريقة علشان يتركوا اختيارهم للاسلام؟ مع انه ما تطبقش الاختيار الاسلامي ده لغايه النهارده. يعني امال لو كانوا طبقوا الاسلام كانوا عملوا فيهم ايه؟ يعني ده هو طبعا دي لعل هذا من اسباب المصائب والمحن. هل كلمه صدفه يوجد فيها حرج شرعي؟ حديث تميم الدري قال فصادفنا البحر حين اغتلم،
صادفنا البحر لقيناه لم نكن نعلم. فالصدفة كلمة إذا قصد بها أنها على غير موعد لم تكن محرمة، وإذا قصد بها أنها وقعت بغير قضاء وقدر فهذا هو المذموم. فلكن ككلمة في اللغة العربية كلمة معناها صحيح، قابلته صدفة، لا أعني أن الأمر لم يكن مقدرا وإنما لم يكن مرتبا بيني وبينه. فده معنى الكلام. هل الخلافة القادمة للمسلمين فعلا في بيت المقدس؟ لماذا جعلتها القادمة بعينها؟ الخلافة القادمة، هناك خلافة في بيت المقدس قبيل قيام الساعة بإذن الله تبارك وتعالى، لكن ما ندري ماذا يقع. يعني يوم أن أخذ الصليبيون بيت المقدس عاد بعد 80 سنة إلى المسلمين ولم تكن هذه نهاية الدنيا. يعني الصليبيون قد فعلوا ببيت المقدس ما لم يفعله اليهود اليوم في القدس. يكفي أن المسجد كان مرفوعا عليه الصليب، مسجد الأقصى قبة الصخرة دي كان عليها صليب، وكان المسجد نفسه اسطبل الخيول. ف يعني الحال كان أسوأ مما كان. وعادت القدس إلى المسلمين بفضل الله عز وجل، ولم تكن تلك هي خلافة المهدي التي قبيل الدجال. فيمكن أن تعود بإذن الله خلافة قادمة وتعود القدس للمسلمين، ويستمر الأمر سنوات والله أعلم وقرون قبل أن يأتي الدجال. ها؟ ويمكن يقع ذلك، الله عز وجل على كل شيء قدير. هل السترة الإمام سترة للمأموم؟ نعم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم ينكر على ابن عباس أنه مر بين يدي بعد الصف وترك الأتان ترتع، ولما أرادت بهمة أن تمر بين يديه جعلها تمر من ورائه فمرت بين يدي الصف الأول. هل هناك أحد من المفسرين قال ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون؟ قال الكفر أكبر. راجع كلام ابن كثير رحمه الله في هذا الربع كله لتعلم ماذا يقول فيها، وهو من أئمة التفسير، وكلهم يقولون أن فيها الكفر الأكبر والكفر الأصغر، يذكرون النوعين وليس أنها نوع واحد فقط. ومن الصحابة من أطلق وإطلاق لفظة الكفر كتاب وسنة وعند السلف تقتضي الكفر الأكبر، فالسلف قد أطلقوا ذلك عند حذيفة وابن مسعود رضي الله تعالى عنهما عندما قال له لحذيفة بعض الناس نزلت في بني إسرائيل، قال نعم لكم أن تكون لكم كل حلوة ولهم كل مرة، فأطلقوا الكلام على إطلاق كما وقع في بني إسرائيل. فالسلف منهم من أطلق هذا الكلام والإطلاق يقتضي الكفر الأكبر، وابن عباس رضي الله عنه إنما أراد نوعا من الناس يذهبون إلى التكفير بالذنوب، حيث قال ليس بالكفر الذي يذهبون إليه. إذن كان في ناس بتذهب إليه إلى تكفير من يرتكب الذنوب من حكام ذلك الزمان، وما كان يفعله هؤلاء من تبديل الشريعة، ما كانوا يفعلون ذلك، وإنما كانوا يحكمون ظلما وعدوانا، وهذا مع بقاء الشريعة ظاهرة. وبعد ذلك يعني بعد كل هذه الأنواع ما يزال الناس يتكلمون. هو ابن عباس رضي الله تعالى عنه ذكر ذلك، قلنا في مقام الرد كفر، وما قالش ان الآية لا تشمل غير هذا النوع. في أقوال تانية بالإطلاق، في أقوال تانية بالإطلاق أطلق، والإطلاق يقتضي الكفر الأكبر.